السلام عليكم، انا اسمي رشا انور، مديره مركز ايرلين مصر ومشخصه معتمده من معهد ايرلين الدولي في امريكا لتشخيص وعلاج متلازمه ايرلين. انا النهارده اتكلمت عن متلازمه ايرلين وشرحت هي ايه. مشكله متلازمه ايرلين دي مشكله في الادراك البصري، بمعنى ان ممكن يكون الطفل او حتى حد كبير نظره سليم 6/6 او حتى لو لابس نظاره طبيه، لكن رغم كده ما بيشوفش الحروف ولا بيشوف البيئه اللي هو فيها بصوره طبيعيه. بيبقى فيه تشوه في الرؤيه، فده بيأثر على قدرته على التعلم، وممكن يأثر كمان على حياته كلها، سواء على الحركه او التركيز او الاجهاد او كل انشطه حياته. متلازمة ايرلين دي ما كانتش معروفة في مصر لحد من 5 سنين فاتت، رغم ان هي معروفة في امريكا من 30 سنة ومعروفة في الاردن من 20 سنة وبقت معروفة في كل دول الخليج. احنا الحقيقة عرفناها من 5 سنين ودخلناها هنا في مصر، وبقينا بنقدر ان احنا نشخص المشكلة دي، نساعد الاطفال اللي عندهم مشكلة في التعلم، سواء صعوبات تعلم او حتى صعوبات قراءة او مشكلة في التركيز، ان هم يشوفوا بصورة طبيعية، يشوفوش اي تشوه في الرؤيه، يشوفوا الحروف ثابته وواضحه، قدرتهم على التعلم بتتحسن كتير. وتعتبر متلازمه ايرلين دي زي جزء من اللغز للاشخاص اللي عندهم او الاطفال اللي عندهم مشاكل في التعلم او مشاكل في حياتهم. احنا بنقدر نساعد المشكله دي عن طريق الالوان، سواء ان احنا بنغير خلفيه الصفحه اللي بيقرا عليها الطفل من الابيض للون تاني يخليه شايف بصوره كويسه، او ان احنا بنعمل له نظاره ملونه بتعمل حمايه للدماغ وبتقلل الاجهاد بتاع الدماغ وبتخليه قادر يشوف كويس من السبوره او من الحجاب، قادر يركز احسن، قادر يلعب رياضه احسن، نفسيته بتتحسن، حتى الوضع الاجتماعي وتواصله مع اصحابه ومع اهله بيتحسن، لان احنا لما بنحسن وظائف الدماغ ده بيأثر على حياه الطفل كل انشطه حياته. فالنضاره دي بتعمل الحمايه للدماغ وبالتالي بتخليه قادر يمارس حياته زي غيره. فالنهارده احنا عرضنا الموضوع ده، واتمنى ان هو يكون سبب في مساعده اطفال كتير ما كانتش التدخلات المتاحه قادره تساعدهم بشكل كافي. شكرا جزيلا.